السلام عليكم خوتي، انا ما كنت واحد موجود تم، رانا في منطقه ليفربول ستريت بوسط لندن، ستيشن تاع ليفربول ستريت. هذه اسمها تشوف هنايا تبان المطار تاع وري بومدينه. انا مع اخونا سفيان، هذا اخونا سفيان حبيبنا وصاحبنا، جاء عقب على لندن وتلاقيناه اليوم هنايا نديروا مع هذا الفيديو لخوتنا اللي يشوفوا الفيديوهات. خويا سفيان مرحبا بك. الله يسلمك خويا صالح، صافا شويه بليزير تلاقاو خويا. الله يسلمك. راك في لندن يا خويا؟ انا في لندن، انا جينا نزورو فاميليا والحباب. يا خويا مرحبا بك. واش حكينا خويا سفيان؟ عندك هاكتور، رانا في ليفربول ستيشن هنايا، رانا عندك كافي نيرو، انا داير قهوي انا خويا صالح. الله يبارك قهوي يا خويا نيرو. ها خويا انا هنايا في ليفربول ستيشن، يجيري ولي تراكتر من يجيري خير من هواري بومدين، خير من الله يرفعه هواري بومدين. انت بما انك عشت هنا في الجزائر وعشت هنا خويا سفيان، واش المقارنه يعني واش راك تشوف يعني الناس كيهضروا يقول لك احنا بلادنا عندنا كلش، واش تقارن بما انك تعيش حتى في اوتسايد وشفت هنا، واش تقارن؟ هنايا ما عندي ما نقول انا بون، الناس هذوك اللي حابين يجوا لهنا يجوا مرحبا بهم، هذه البلاد هذه لازم تجي بك باجاج معاك ولا تجي على باليش، انا ما تجيش هكذاك على فيكلات معليش، ارواحهم تكون عندك دي باز باش تجي لهاد البلاد، وهاد البلاد هادي قبل ما تحط فيها رجلك وقبل ما تحط فيها الديبلوم تاعك لازم تكون عندك اون باز في راسك اللي تكون انسان منظم، بس هادو ما فاتونا بحتى حاجة، والبروغري وهاد الشيء كاع هما فاتونا بالنظام، غلبونا بالنظام وخاصة بريطانيا. النظام هاك تشوفوا الناس كاع قاعدة لي فامي، هادي ما تقدرش تشوفها في الجزائر، تقدر تشوفها وليك تقدر توري لهم صالح الناس لي فامي قاعدين هنايا. واحد ما يعيط واحد واحد ما يقلق واحد. ها شوف الحالة هنايا، نظام العائلات دي فامي كاش راه يحوس على واحد ولا واحد يسقسي واحد ما يسغلش حتى بواحد، واحد ما يسغل بواحد. احنا جماعة كونتر في الجزائر ولا مالوريزمون مالغري بلادنا وبلاد جدودنا الناس من تروحها من الدم تاعها البلاد هذيك، هاك تشوف الناس هذو خوتنا اللي يحرقوا الفلايك يعني سبحان الله يعني. واش النصيحه خويا سفيان؟ كيما نقولوا يو هاف ديفرنت واي، لو كان زعما هاد الناس هذو مادام يحرقوا في الفلايك ولا مادا بيهم يا خويا ماشي فلوكه يا خويا، معليش كاين دوطر موايان بصح فلوكه لا احنا هاي اللي كي كانت عندنا وحده اختنا هنا جزائريه الله يرحمها توفات، كنت ربي يرحمها على بالك ربي يرحمها ان شاء الله، هاك على بالك صالح وميزار كونسيل الجيريان ما انترفينيش عليك وما عادش يحطوك ما عادش، والوزير يقول لك اللي مات واحد شفت الفيديو اللي مات الحكومه تكفل بور بارو تاع الميزار ميزار الصوت اللي طون جار يقول باللي احنا نتكفلوا بهاد الناس. انا يا خويا والله انا شفت الناس يعطيهم الصحه بون داروها وعاونوا السيد وعاونوا شوما يبعثوا المراه لبلادها وتربى تدفن عند والديها. نحكيك واحد الحكايه، جابوا البطاطا تاع هاجيره والزاني، شفت هذيك مسكينه اللي مريضه في البلاد. وهذه هاجيره والزاني جابوها داروا البطاطا تاعنا في لندن. ربي شافيها ان شاء الله. بينما كان اتفاقيه سمعت بها البارح دايرينها بين الحكومه والسبيطار تاع الدراري كورمان هوسبيتال. اتفاقيه بين الجزائر الحكومه الجزائريه والسبيطار هذوك بيداو الدراري تاع الجزائر يجيبوهم هنايا. بصح هذه الاتفاقيه مش عارف لا بين الحكومه الاولاد الشخصيات في الحكومه ولا الشعب. وبما ان هذه طفله 18 سنه مازالت طفله صغيره. علاش ما جابوهاش؟ يعني الامر هذا يعني خارج. ممكن يدي انا ما سمعت بعدين. انا سمعت بها البارح قالوا لي قالها واحد السيد يخدم في الكونسيلا قال لي عليها. على بالي بحاجه باسكو راني ما عنديش بزاف لهنايا، تسمى عندي ابوبري بتيت ايدي كيف صومارش في الجزائر باسكو لي دوسي تاع لي بريزون شارج في الجزائر صافرون تري لونغ تايم حكايه كبيره وشفنا ناس وسمعنا ناس. سيرفيس سوسيال في الجزائر مالوريزمون ما عنديش دروا نقول على بلادي هكذا باش نقولها لازم نقولها سي كاتاستروفيك، يخلوا ولاد الناس يموتوا هكذاك في لي بلوك ويقعدوا هكذاك مرضى ويتأزم عليهم الحاله، اي بورتون الجزائر ماشي بلاد اللي مخصوص فيها دراهم، يقدروا ما على باليش تقدر تقول واحد 0.5% من البيجي تاع البلاد يحطوه في السيرفيس سوسيال يعاونوا كاع البروبليم سوسيال تاع الجزائر. بار كونتر هنا لو سوسيال كي تشوف طفل صغير شحال يخلص للسمانه هنايا انكر وايا، كي تحسب طفل صغير هنايا واش يخلص للسمانه بيبي دايرين له شهريه
سمانه بالسمانه يخلصون يخلصون بالسمانه لا غير مالوريزمون يا خويا لا غير كاين ناس في الجزائر ما يخلصوهاش بالشهر هو بيبي ما عندهم والو لا بترول ولا يحزنون ها وما عندهم لا والسكنه قريب 80 شحال قريب 75 مليون ولا 80 مليون وزيد الاجانب الناس كاع ساكنه الناس قاعد تدي اللي ما خدامش يدي شوماج ما كاش ايمابل طالع ابار بون حنا كيما رانا نشوفوا لهنايا لا تقدر توري هادي سيتي سنتر تاع لندن راك تشوف عماره طوال هادو كاع غالبيه اوفيس مكاتب كاع مكاتب بصح كي ديباسي منا تخرج منا غير 3 4 كيلومتر الارون تشوف بلي كاع بديان ما كاش لي عالي مي يبوف يبوف كاع كيف كيف كاع كيف كيف يبوف يبوف ساتيسفير لا دوموند تاع الشعب راك تشوف ما نقولوش راهم كاين جزائريين فيهم يسمعوا فينا لهنايا كاين بزاف اليوم هنا عايشين في كنسل هاوس يعطوا لهم ديار يعطوا لهم ديار اي بورتون 85 مليون والانجليز ما دارش لا سوبرفيسي تاع الجزائر ربع تاع الجزائر كومون اي بوف ساتيسفير هاد لا دوموند كاع راك تشوف لا كوميونيتي الجيريان لهنايا يتسكسيه ما يقولكش انا نسكن فوق عالي على 3 ايطاج ولا 2 ايطاج قليل سي تري رار سي تري رار ان الجيريان سكون في ان ايمابل هنايا ان ايمابل كبير تسمى نهضروا على الجيريان باش الناس تعرف وحنايا في الجزائر حنا نعرفوا نعرفوا السوسيال تاع الجزائر شفنا لي زيمابل وحنا نسكنوا في باطيمات ونسكنوا في زابارتمون شفنا لي زيمابل تاعنا ما بروغريساوش هم يديروا غير لي زيمابل مي صاحي بي با ساتيسفير لا ديمون تاع الناس هنا يطلع لك دار على حسابك يبني لك دار في 15 يوم وعلى حسابك نتايا وعلى حسابك نتايا وعلى حساب لي تيت سوسيال تاعك حنا في الجزائر يديروا لي زيماب مونباش مونباش ما نهضروش على لا كوريبسيون الناس كيفاش يدير لا كوريبسيون لا دي الدنيا لا كوريبسيون باش يدير لي زابارتمون الناس اللي ما عندهاش دو كوا كورون بر لي جون هادوما اي سون توي نحيي خوتي في الجزائر نحيي والديا نحيي والديا ربي يحفظهم لك ان شاء الله صحابي وفاميليا كاع وحبابك خوالي خويا سفيان خويا سفيان خويا صالح وكاع الجزائريين في لندن ربي يحفظك واحد سؤال اخير واحد كيجي هنا جديد واش يدير يسمى مسكين ما تلفت له كي يلحق البلا زعما خاصة انت تعرف الازمة الاقتصادية اللي اثرت على الاوروب والدخول تاع الدول الاوروبية الجديدة هادو بي لاست يعني واحد جديد واش تنصحوا بون حبيت نقول لهم للناس لهنايا الانجليز ماهيش كيما كانت بون ما نقولوش از جيت وورس الحكايه شغل ماهيش كيما كانت الانجليز العام كنت تقدر ميم تنيغوسي لو ميم سالير تاعك تقدر تنيغوسي بون مع لي بيي دلاس دوكا جاو بون تقدر تقول كيما لا ليتواني لا بولون رومانيا بلغاريا رومانيا بلغاريا بولونيا هادو لي بيي هادو ما جينيرالمون جاو لهنا جاو اون فاك جاو فورس يا كاطون دخلوا كيكو بار ان جور او لوتر يقدروا يشدوا دي كورس بون على بالناش بصح نقدر نقول لهم بلي خدمه شكون نقصت شويه معاهم مي ما نقدرش نقول لهم انا في المستقبل راح تكون مليحه ونقدر نقول ما نقدرش نقول لهم في المستقبل راح تكون شويه اكثر تازم بصح نقدر نقول خاوتي الجزائريين مليح الحاجه المليحه اللي تقدروا تكون عليها لافونتاج على لي بارابول لي بيدلاس انتم تقدروا تعلموا اللغه باسكو هما جيسكو ميتينون صافي كاطرونيس هنايا في هذه البلاد ما يعرفوش يهضروا اللغه مليح وحنا الجزائريين باش يكون في علمهم خفاف في كل خفاف اللغه حنايا في اي حاجه يتعلم الجزائري انا نوريكم جزائريين ما قراوش الجزائر كاع قراو الجزائر ونتعلموا اللغه في هذه البلاد ما لو فوميور تعلموا اللغه ويكون عندكم حاجه سكيلز حاجه تعلموا اللغه وتعلموا ان تريك عارف داير انت صالح دير لهم لي بروبوزيسيون تاع دي زيكول هنايا وين يروحوا يقدروا يقراوا باطل خوتنا وخياتنا اللي جاوا لهنايا يتعلموا لازم يديو لافونتاج والا تلفت له كاع يدير حفاف في البلاد اللي ما عندوش ما يدير حفاف في البلاد ولا تقدر تقول قصدي ميكانيسيان ولا نابورت كوا ان تريك اللي حاصل كيما نقولوا حنا كيما يقولوا والدينا حرفه صح حرفه في اليد هذه اخويا يعطيك الصحه اخواتي يعطيكم الصحه على كل حال المشاهده هذا اخونا حبيبنا سفيان يسكن خارج لندن اوتسايد كيما حنا نقولوا لقينا ويعني نفتخر بالناس كيما هذو حنا كاع خوا الجزائريين كاع من الشرق الغرب من الشمال الجنوب و 48 ولايه احنا تربينا في وقتنا ما كانش عنصريه هذه لكن ان شاء الله ماشي عارف كيف نخلي ميساج لهذاك ميدو يا ميدو انت بحاجه مليحه خلينا من هذا السينما تاعك يا خويا ما ديرش لي فيديو تاع لي دير لي فيديو في النهار والسيده وعطى لك هنديفي 45 في البيم اللهم لهنايا قال لك اروح ليا علاش ما جيتش ليه
ماشي الناس كاع تقدر دير فيديو في اليوتيوب. ماشي مشكله اخويا، احنا هذه خليها وقتها، الخبر يجيب الخبر يجيبوه تولا. علاش انا نشوفوك ان شاء الله، انا نشوفوك ان شاء الله اخويا سفيان، يعطيك صحة. السلام عليكم خاوتي، نسلم على خاوتي كاع ناس الغربه وكاع حبابي في الفيسبوك وفي الجزائر، خارج الجزائر وكل 48 ولايه. السلام عليكم، تحياتي وتحياتي لكاع الناس الغربه.